راح تشوفوا معنا هدول الكراسي الحلوين اليوم فايسة راح تفرجينا كيف نحول كرسي بسيط يعني كلفته اصلا كثير اقل من 10 دنانير لكل شيء هالقد حلو. صباح الخير فايسة. صباح الورد، كيفك؟ تمام. انا كثير عجبوني الكراسي وعجبتني اكثر شيء الوردات اللي انت حاطتيهم، هدول اللي ملزقتيهم فكتير عجبوني، ولقيتهم هيك انه مثلا هدول لعيد ميلاد بنت صغيره قد ايه بيزبطوا. صح، ونخشين انا مثلا حاطتهم عندي بالفرندا، اذا عندنا فرندا مقززه كتير حلوين وما باخذوا وسع حلوي. يعني مش زي كرسي كبير مثلا، بتقدري اذا عندك السبيس صغيره بتقدري تحطي اكثر من شخص يعني. هلا هو انت اشتريتيه كله كان لونه لون الخشب الطبيعي، لون الخشب الطبيعي اللي على بيج، وهذه كمان بيكون لونها بيج. كله. فانت حولتيها لهدول الاشياء الحلوين. بالضبط. كيف بلشتي؟ اول شيء رشيت الاجرين ابيض والتوب اخضر. شو الدهان اللي نستعمله؟ السبراي العادي. هيك سبراي. هلا بنقدر ندهن كمان. هلا انا عشان السرعه اسهل الرش، وخلص بمسك يعني بس بدك شيء على الخشب ولا راسا بس؟ لا بس بدك تغطي شوي هون بتيب عشان ما يجي الاخضر على الابيض. وبس رشيت الاجرين والتوب واخضر وابيض. وبعدين بلشت استعملت ثلاث اشياء، استعملت الشبر واستعملت النابكنز والادهان كمان. هلا يلا وين نبلش؟ ايش بدك نبلش بنابكنز؟ لا بالتدريج. اول شيء رشيتيه ودهنتيه اللون اللي انت بدك اياه. بالضبط. ممكن اي لون بتختاريه خلاص دهنا. بالضبط. واذا بدنا ندهنه بالالوان برضه بزبط بالاكريليك. أكريليك. أوكي، بس أهم إشي نحط طبقة فارنش بعديها. هلأ أنتي مثلاً الزهر هذا اللون اللي عند الإجر الكرسي تحت. أيوة. والتوب هذا بلدهان عملتيه. بلدهان خلطت أبيض وأحمر طلع عندي زهر. وحطيت على التوب. على هذا؟ أيوة هذا. من هذا؟ بصير أجرب؟ طبعاً. عادي ما تستحيل غلط. لا هون بتجربي. هون؟ أكيد مش هون يعني. هيك أوكي. هيك بهذه هالقد بده يكون جامد، فانت هون ما بتخلطي شيء يعني الدهان الزهر زائد دهان ابيض. بالضبط هيك. اوكي حبيت. اوكي ريح الاعصاب. انت بتسمعي موسيقى قلتي لي لما تشتغلي ولا لا؟ ولا بسمع شيء. حلو. اي انجويت يعني اي انجوي ماي تايم بدون عملها هاي عملها عملها. طب كملي قولي لي. اوكي فتدهني بالمحلات وهذه كنت مغطيتيها. طب ايش بس اذا مثلا نقدر ندهن اشكال كمان اذا بدنا دوائر اذا بدنا اي شيء يعني نقدر نحط مثلا ستيكرز دوائر وبعدين ندهن ونقيم الستيكرز بصير مبقع حسب انت يعني انت وتفنناتك يعني اللي بيطلع معاكي بيطلع. طيب وهذا لما رشيتيه هذا رش ولا لا رش كمان؟ طب كيف ما اجى على الاجرين؟ رش. حطيت تيب ورشيناه فبرضو عشان ما يجي على اللون الابيض. من نفس الانواع. هلا انت عم تستعملي دهان الرش؟ دهان الرش تشتري من وين؟ من محلات البناء يعني؟ انا بشتري من محلات البناء، في بالمكاتب كمان. بفرق السعر بين المكتبات ومحلات البناء؟ محلات البناء ارخص دائما. حتى لو أرخص. بنفس المنطقه يعني قلنا بنلاقيهم. أيوة. ارخص. بالضبط. أوكي. بالضبط. والشبر كتير بيطلع حلو برضو منظره عليه يعني. عم بعمل صح؟ انت دائما شطوره. طيب يلا كملي وانا بلون. عن جد حبيت الف على الشقه الثانيه. قولي لي. طيب لفينا بس احنا بدنا نبلش نلزق. وايش نلزق؟ نلزق الشبر. يلا اوكي. اوكي يلا. على اي اجر؟ لا بدنا نعمل زي هذا هيك. هلا انت نازل. لزقتي هون هدول نقيتي انت قماش. بالضبط. هذا كيف لزقتي؟ حطيتي جلو؟ هلا بدنا نشوف بالجلو جن. حطيت. بس اول شيء خليني اخذ هذا. انا جبت هذا الشبر رندا هو هيك يعني كرموش. مش عارفه ايش ولا مش كرموش. كرموش كثير. مش كرموش. هو هيك يعني بدندل بي عرفتي. انا عندي مصطلحات غريبه ف فشوي ساعديني بالمصطلحات. اوكي قد ايه بتستهلكي جلو جان بالشهر؟ كثير. بقول لك مكيفين علي تبعون محلات البناء بس يشوفوني هيك بنبسطوا. اكيد هم اكيد راح ينبسطوا بس اذا بتشتري بنبسطوا اكثر. اوكي بنحط على الطرف بس شوي هيك. هلا انت يعني بتدهني اول بعدين ولا مش رح تفرق؟ لانه ليش المشاهدين هي هيك بدي اعملها نازله ساحله. اوكي بتعرفي قديش المخرجة بتضحكني مرات؟ ليلى؟ او ماي جاد انا عشان عم بسمعها بداني.
حبيبتنا ليلى من قد ايه عن جد بنسلم عليها ليلى الفتيانه يعني متعبها معنا حبيبتي ليلى تجنن اوكي هلا أوكي. شايفه كيف حطينا على الداير وهلا بدك تكملي لي الدهان يلا بس انا جاهزه طيب بس حلو شو بس نخلص ال مش هلا لا لسه طيب متحمسه انت اليوم بياخذ وقت لينشف هذا الدهان ولا شيء مش كتير يعني نص ساعه بيكون ناشف اوكي لذيذ عن جد بس قبل بتكون مقررة أنت شو الألوان اللي بدك تشتغلي شو الألوان شو اللي هلأ أنا هدول بلبقوا على بيتي فاخترت هدول الألوان عرفتي على البلكونة هاي أيوة. لذيذة كتير لا بس عن جد كتير حلوين تعرفي منظرهم كتير صيفي كتير حلوين وما بخدوا وقت وبرضو بيطلعوا أحلى من ما يكونوا عاديين الخشب اللون الخشب العادي ودائماً أنت في بتفرجينا كيف نقدر نستفيد من الرسومات اللي بتكون على النابكنز نقصهم ومنصير نلزقهم فرجتينا على أزاز على كتير إشي على صحون للتضيف فاليوم هدول حتى استعملتيهم ولزقناهم على إجرين الكرسي بالضبط هلأ النابكنز يا الله شو حلوين وشو بتقدري تلزقيهم على أشياء وحسب إيش الموسم أو الإشي اللي بدك إياه والنقشات في كتير يعني في كتير ألوان وفي كتير نقشات فأنت بتتفنني بالإشياء اللي بتلبق طبعاً عندك كتير حلو طب شوفي في ايش كنت عم بتقولي لي بتحطيهم على مزهريه ازاز مثلا افرضي انا حبيت هاي الورده اوكي بدي احطها على مزهريه ازاز شو اعمل بس بتقصي الباترن او الشكل اللي بدك اياه وبتقيمي الطبقه البيضه منها النابكن بيجي طبقات فيها هلا بنوجه المشاهدين كيف خلينا نشوف هاي قصه النابكن قبل ما هلا هاي النابكن بيجي فيها طبقه بيضه منشيلها احنا عاملينها من قبل بس كمان للتذكير اللي ما شفنا بس ذكريني لانه هلا عم نستعملها اوكي هاي هي الطبقه من قيمها وبس بنقص الشكل طيب عرفتي وبنلزقها وبعدين بس هلا بنلزقها بالجلو عادي لا الجلو الابيض مش الجلو الابيض ما بنفع السيليكون لا مش السيليكون بالجلو الابيض اللي انت محضرتيه الغير الابيض يس مثلا بدي احطها كمان على مزهريه ازاز وبعدين بجيب فارنش الفارنش كيف شكله بالريشه بالريشه بس انا دائما ما بجيبه على الاستوديو لانه ريحته كتير قويه اوكي حلو بس حلو. هو متوفر برضه بمحلات البناء بس بنحطه كطبقه يعني عازله وبتحمي يعني بعد ما تخلصي عشان بعد ما تقبع يس اوكي عشان ما تقبع وحتى لو اجى مي ساعتها ما بيأثر كمان حتى عشان انا هيك بفضل لما نلون بالاكريليك برضه نحط طبقه فارنش اذا بنقدر بيجي رش كمان مش هلا يعني هدول انت رشيتيهم قبل ما تلزقي انا لسه ما رشيتهم لانه لسه ما خلصتهم هلا بترشي فوق القماش بعد ما تحطي القماش أيوة. كله فانت يعني بثبت الاشي اللي لزقتيه بمحله بالضبط يس حلو اوكي True. اوكي هي قربنا نخلص هاي شو مهضومين طب شو عملتي ماتشينج معاهم اشي تاني حسستك عاملة اكتر من شغلة بتلبقى بعض عاملة جايبة الوان مختلفة ونقشات من الريبنز من الشبر يعني كراسي نفس الالوان بس الشبرات مختلفين وهدول لا انا عاملتهم بالضبط the same نفس الشيء هلا رح نعملهم the same اوكي اوكي هاي ضل بس آخر وحدة كتير حبيت منظرهم إنه ساحل الشبرة مش لا عن جد كتير حلوة لا وأحلى شيء إنه هو كرسي يعني ممكن يكون 5 دنانير حقه صح يعني ممكن 5 دنانير بهاي الأشياء بتحول لإشي كتير حلو مزبوط والأشياء رخيصة يعني مش كتير مريح هو للقعدة صدقي مريح بس لمدة لمدة طويلة 5 دقايق لا بيقعد عليه لماله بيلعب طاولة زهر عليه أيوة بالضبط بنسوا حالهم أنا بحب شكله كتير لهالكرسي بعرفش ليش بصير أبزل هذا أقعد عليه طبعا بس أنا مكتوب عادي طبعا هذا خالص ما بيخرب إذا قعدت لا of course not ما هو معمول لل بس تقعدي هون كتير مريح لا بس عن جد كتير مريح شو زمان كانوا يقعدوا عليه ونفطر عليه وكله طبعا كتير حلو في مطعم كمان كان مشهور كتير زمان تذكري بعرفش إذا بتذكري كنا نقعد نفطر عليه زمان مزبوط كان كل الكراسي اللي عنده هيك نفس الشيء أوكي خليني ذكرني هاوي غوار أوكي هلأ برضو أنا جبت شبر بس ننقيس هلأ بقدر ألون هاي اللي حطيتي أيوة أوكي. تقدري تلونيها بليز ساعديني وأنا بدي أحط الشبر طب ليش بعيد عني وعني قربي لي إياه أوكي ما بدك هيك يعني
قصدي خلص كملي 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 بس بنحاول بنحط السيليكون نحطه من جوا عشان يكون ارتب. وشوية صغيرة بده صح؟ لأنه مش كتير خفيف كتير الربن مش هالوزن يعني. ولما نحط فارنش كل شيء بثبت وحتى لو اجى مي ما بفرق. حبيت هالفكرة هاي. عليك شطورة وبتتفنني أم الأفكار جد كل مرة فكرة. طب ما بيخلصوش الأفكار من عندك؟ دائما في فكرة جديدة، دائما في اشياء بتشوفيها وبتحاولي هيك تضبطي عليها. مزبوط. يعني هدول الكراسي موجودين بس يعني احنا بنطلع ايدياز كيف مثلا زيني الكراسي. بس ايش اكثر اشي ممكن يوحي لك بافكار جديدة؟ من وين يعني؟ شوفي انا كثير بروح معارض وكثير بفتح الانترنت بشوف اشياء. وعندي كتب فكل هذا كل هاي الاشياء بتعطيكي افكار وانت بتزيدي عليها. بيطلع معك اشي مختلف وحلو. طبعا كثير حلو. فيري نايس. يا عيني انا والله مندهشه من نفسي. انا طبعا بحب ارسم. لا انت بتحبي بس انا لانه لضيق الوقت فلما تيجي انت رند بعدين انا شفت بيتك بجنن كمان كله ذوق ف حبيبتي تسلمي انت. هذه مشروع التقاعد يعني. الرسم بس اتقاعد وبطل فيي هيك انرجي اشتغل بتقاعد وبعد ارسم. هي كي ما احلاهم حبيتهم. اوكي هي انا برضه حطيت هلا في زي هلا انت كمان دهن الاجرين من تحت. داهنتهم. هلا في زي فصله هون زي فصاله هون خليني امهد حفه فانا عم بزين الشبر عليها. عرفتي في ايوه هي صح هون داخله لجوا يعني عند هذه النتوءات او اوكي جروبس. هلا ايش ضل؟ هلا ضل النابكن. نابكنز. هلا انا جعبالي الزق وحده. اوكي بس تخلصي هدول. يس. هلا اخر خطوه في الاشياء هي النابكنز. لسه انت بدك تحطي هون الريبن كمان. وين؟ هون. بالضبط بالنص. هلا بس اخلص هاي الاجر. ودائما قلت عم بقول رندا انه من جوا ارتب بيكون صح انه ما نخليه من الشقه البارزه. وما بدك كثير يعني شوي لانها خفيفه. بالضبط بس هيك على شقه وبنحط. وخلصنا من هون. بس إذا بدك رندا تقدري تحطي شوية غرة. أقرب لك الغرة على نفس النابكن. قدي بدي أحط؟ حطي هيك شوي مشحات صغيرة. مفرقة مش كلها. رح توسخي شوي إيديكي بس بيروح بسرعة. قديش شوي؟ يعني عادي بيروح لما بغسلهم؟ على مسؤوليتي رندا. يا أختي أنا ما إلي خلاق. يا يما جد شو؟ بس ديري بالك تمزعيها. خلص بديش أشتغل. ليش هلأ عم نمدح فيكي بنقول فنانة؟ بس الإشي هيك اللي كتير رواق يعني مش عارفة. أوكي خليني أنا أحط الشبر من فوق. أوكي بفكر أنا بدنا نركز على الزوايا أكتر. مزبوط في؟ بتقدري. هلأ رح نحط كمان طبقة فوقه فدونت وري. أوكي أوكي. فإحنا بس بدنا هيك شوي. هذا الغير الأبيض أنت بتشتريه هيك ما خلطتي إشي بإشي؟ لا 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 هو الغير الأبيض. هو الغير اللي بيستعملوه بالمدارس كمان. أوكي أوكي اوكي حلو هيك. هو بده رواق بده يعني ايش بده بعد يكون شايل المراره. استني لزق هون عادي. لا عادي بس اهم شيء ما تمزعيها. لا 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 ما واذا مزعتيها مش مشكله في غيرها. شكرا شكرا عن جد طمنتي لي بالك. هيك بكفي اشوف. بالضبط بكفي. هلا لزقيها هون. زي هاي عادي هيك حطيت. يس. مزبوط. طب ألزقها هون عشان تبين على الكاميرا. بتقدري بس لزقيها بالنص. اوكي يي ايش يي خلص فيه خد تصرفي. منيح. لا يا خسارة تعبي فيك. لا بيرفكت هيك شطوره. اوكي هيك فهي شاطره. اوكي اوكي. لا انا بتعرفي ليش؟ لاني مش متمكنه منها لانه مش باتجاهي. لا لا شطوره هيك. هلا بدنا نحط كمان طبقه فوقها عشان برضه تثبت. اوكي هلا انا هون بس ضل اخر شيء اللي هي هاي.
حطيناها بالنص. حلو. لا بتعرفي يعني اللي بيشوفه بيفكر انه اصعب من ما هو، بس هو كثير بسيط. كثير بسيط، كثير بسيط وسهل. وانت بتقدري يعني اذا ما بدك هالقد تحطي شبر ونابكنز قد ما بدك يعني بتقدري قد ما بدك، وبتقدري بس على كمان بس تدهنيه يعني. اوكي هيك خلصنا، هيك حطينا برضو بالنص الهاي. هلا النابكنز ولا شيء، بس النابكنز بنقصها. هاي النابكنز هيك تيجي هون، هاي اللي لزقناها قبل شوي كثير حلو. هلا نعيد النابكنز، بس بدنا نقص الشكل الورده او اي شكل بدنا اياه. اذا عندنا نابكنز حلوين قصيناه وقمنا بس الطبقه البيضاء. وهلا زي ما عملتي رندا بدنا نحط شويه غراء على الأطراف بس عشان تلزق، وبعدين كمان طبقة غيرة فوقه. أنت حطيتي أكثر مني، أنا حطيتها أقل. معلش مو مشكلة، لأنه رح ترجع تحطي عليه ال أوكي. بس خلينا سنتر الوردتين تقريبا بنفس المحل. أوكي هلا اصلا احلى يطلع كل واحد كل اجر شكل وهيك مش بالضروره يكون مزبوط. انت حاطه هون وحده اعلى من وحده. بالضبط يعني ما دخل. اوكي واخر شيء بس بدنا نحط الغراء. عادي عليها، عادي عليها. واللون بضل وبصير بصير زي هيك اقوى يعني بصير زي لكنه شقفه من الخشب. شقفه من الخشب اكزاكتلي. اوكي خليني اقرب هيك اعمل هيك. هلا بس تنشف بصير شكله زي اللي عنا، وهيك بنعمل بكل الاجرين تبعون الكرسي. بس دير بالنا شوي شوي عشان النابكنز ما تلمزع النابكن. بدنا نكون كتير. وهلا خلص نتركها ما ولا إشي. لا وبعدين بدنا نحط عليها الفارنش ومنحط نفس الشيء على كل إجر. وبعدين آخر إشي الفارنش وهيك بطلع شكله حلو في النهاية. يسلم إيديكي فاي، شكرا. أوكي ثانك يو رندا، وثانك يو عشان ساعدتيني كمان. ثانك يو.